السلام عليكم. اليوم رويكم مجموعتي من الأكواب البوهيمية الأنتيك، مصنوعة في القرن 19، يعني تقريبا 1820 لين 1880 تقريبا. أول كوب معانا هذا نحت على شكل غزال في غابة، طبعا زجاج سميك جدا. هذا ثاني كوب، زجاج أصفر يسمونه أمبر غلاس. هذا الكوب الثالث، طبعا طبقتين زجاج وتذهيب شفاف، الأحمر بعده منحوت. شو مشاهد غالبا من ألمانيا. عندنا هذا الكوب، طبعا طبقتين زجاج، بولين أبيض وزجاج أحمر، بعدها تقطيع ورسم يدي. باقي بس آخر قطعة الجوز، زجاج أبيض وأحمر مقطع. القاعدة من تحت نشوف حتى من داخل حلو. شكرا على المشاهدة.